جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا شكت المرأة وهي الآن في سن اليأس، هل جاءتها الدورة في رمضان أو لم تأتها، وهل قضت أو لم تقضي، ماذا عليها أن تفعل؟ إذا غلب على ظنها أنها لم تقضي أيام الدورة التي أفطرتها في رمضان، غلب على ظنها ذلك، فإنها تقضي، لأن الأصل عدم القضاء. أما إذا كان المسألة مجرد شكوك وأوهام، فإنها لا تؤثر عليها.